مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة ثامنة للأخبار ونستهلها بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد عدم العودة إلى إجراء الحجر الصحي الشامل في الوقت الراهن وتركيز مخبر عسكري متنقل للتحاليل الجرثومية بمستشفى سيدي بوزيد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التوجه نحو الرفع من طاقات الاستيعاب في الاختصاصات والشعب المشغلة وسهلة الاندماج وتأهيل 159 مسارا تكوينيا جديدا. في كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيد من الوحدة ضمن هذه المنظمة الأممية في ظل قيم جديدة وحفظا لحقوق الإنسانية. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم أنه لن يكون هناك حجر صحي شامل في الوقت الحالي، مشددا في هذا السياق على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية. تصريح المشيشي يأتي فيما يشهد الوضع الوبائي تطورا على مستوى عدد الإصابات والوفيات وتحذيرات من مزيد تأزمه. في الأثناء تسلمت تونس ظهر اليوم هبات تتمثل في 27300 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا منحتها وزارة الشؤون الخارجية الكورية للحكومة في إطار التعاون بين البلدين. لن تتم العودة إلى إجراء الحجر الصحي الشامل في الوقت الراهن، هذا ما أكده رئيس الحكومة هشام المشيشي فيما يتعلق بتطورات الوضع الصحي في البلاد، مشددا على ضرورة التركيز على التدابير الوقائية والبروتوكول الصحي. تصريح المشيشي جاء على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثة الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. ما فماش عودة إلى الحجر الصحي في الوضع الحالي، احنا بالعكس احنا فما مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها اللي يلزمنا نركزوا أكثر على لي ميزور دو بروتيكسيون ونركزوا أكثر على الإجراءات والبروتوكول اللي قاعدة تحط فيهم وزارة الصحة، حمل لي بافيت، استعمال الجيل، لو ريسبي دو لا ديستونسياسيون، هذوما سي دي زامبيراتيف اللي يلزمنا نخدم عليهم. ماناش في عقلية حجر صحي باش نرجعوا لوضعية مارس. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم لدى اجتماع بوزير الداخلية ومسؤولين أمنيين سامين بقصر الحكومة بالقصبة تكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى فرض استعمال وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحمل الكمامات في الفضاءات العامة وأماكن التجمعات وفي وسائل ومحطات النقل وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسة التعليم العالي وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم خدمات لهم. كما قرر رئيس الحكومة تركيز قاعة عمليات خصوصية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وتعنى بالتدخل الفوري والتعاطي مع الطوارئ ورفع كل الإشكاليات في علاقة بانتشار الفيروس والتصدي له. إجراءات تأتي في وقت تشهد فيه الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا ارتفاعا، حيث أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالجهة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بنابل منذ بداية الجائحة إلى حالتين. وفي إطار التعاون الدولي لمجابهة فيروس كورونا، تسلمت تونس ظهر اليوم هبة تتمثل في 27300 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا بقيمة 300,000 دولار أمريكي ما يعادل 800,000 دينار منحتها وزارة الشؤون الخارجية الكورية للحكومة في إطار التعاون بين البلدين. هذا وتم اليوم تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بولاية سيدي بوزيد بإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد. وأوضحت وزارة الدفاع أن المخبر سيتولى إنجاز 150 تحليلا يوميا لتقصي الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، إضافة إلى القيام بالتحاليل العينات التي ستلد من ولاية القيروان. وما تزال ولاية سيدي بوزيد تشكو بعض النقائص على المستوى اللوجستي لمجابهة جائحة كورونا.
في الوقت الذي وصل فيه المخبر العسكري لتحاليل تقصي فيروس كورونا إلى ولاية سيدي بوزيد، ما زال العمل متواصلا في الوحدة المخصصة لمرضى الفيروس في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، رغم عدم قدرة هذه الوحدة على استيعاب الإصابات الجديدة. تم إفراد مقر على حداء وتمشي يتبعوا المريض اللي سيسبي واللي تم من المدخل الاستعجالي الفرس، يتم توجيهه للوحدة بجانب المستشفى، يتم هناك فحصه والتأكد من حالته إذا طلب معناها تحليل ولا حاجة كما هكا، هذا على مستوى القسم الاستعجالي. كذلك على مستوى الأقسام الداخلية اجتهدنا على مستوى المستشفى وحددنا قسم أمراض الرئة حاليا، كذلك على مستوى بعض الأقسام الاستشفائية اللي لا يمكن معناها التكفل بمرضاهم خارج إطار الأقسام تاعهم، تم الاجتهاد بتخصيص سيركوي كوفيد. وحدة تقصي فيروس كورونا الموجودة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تعمل في هذه الظروف بما تم توفيره من تجهيزات وعلى حساب بقية الأقسام بسبب ارتفاع عدد الإصابات في الولاية. حاليا عندنا صفر سرير إنعاش فونكسيونيل وقابل باش يكون مخصص لأمراض لمرضى كوفيد. هذا جزء ساحة معناتها نفتقروا له كمستشفى جهوي باش نوفروه كخدمة. لقوا صعوبة ياسر بالخص في شهر سبتمبر، التحاليل كثرت والمخابر كيف عليها ضغط كبير، لقينا مشاكل كبيرة في التغطية بالتحاليل هذه، واجتهدت على الناس على مستوى مركزي وجهوي لكن لقوا صعوبات، وأعتقد أنه تغيير استراتيجية متاع التحاليل باش تعاوننا برشا على التقليص من عدد العينات المرفوعة. المخبر العسكري لتحاليل تقصي فيروس كورونا سيتم تركيزه في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وسينطلق العمل فيه في الساعات القادمة، وذلك للمساهمة في رفع التحاليل والتقصي في كامل أرجاء الولاية. إثر تأكد إصابة 28 عونا وإطارا من الحماية المدنية بالمنستير بفيروس كورونا، قام الأعوان بوقفة احتجاجية استنكروا خلالها ما اعتبروه صمت صلة الإشراف على حد تعبيرهم، مطالبين بتوفير وسائل الحماية والوقاية. نفذ أعوان وإطارات الحماية المدنية بالمنستير وقفة احتجاجية بعد تأكد إصابة 28 شخصا منهم بفيروس كورونا، من جملة حوالي 100 إطار وعون في انتظار صدور باقي النتائج، كما عبروا عن استنكارهم لما أسموه تجاهلا من سلطة الإشراف. على 107 تحليل ثبوت 28 إصابة كوفيد 19 فيهم زوز متطوعين وعملت نظف. الإشكال اللي صاير توا اللي احنا متلفتنا حد، عندنا 28 حاله في الاداره الجهويه بمنستير، ما صار حتى اجراء من السلطات الجهويه والسلطات المحليه. واحنا القسم اللي قسمينه مع ربي الغدوه حالفين بيه، اقسم بالله العظيم انا احمي الاشخاص وممتلكاتهم. احنا هونيك ما خبناش على ديارنا وعلى صغارنا وعلى انسانا، خوفنا كان كيفاش نخرج المواطن اش باش يكون حاله كي نعديوه. إضراب إداري عن العمل دون وقف للتدخلات الميدانية من نجدة وإسعاف وإنقاذ في انتظار إجراءات وقرارات مركزية. أمام الصمت المريب لسلطة الإشراف والديوان الوطني للحماية المدنية، اليوم لقينا رواحنا مجبورين باش ننصبوا خيمة اعتصام باش نقاطعوا العمل الإداري. نحب المجتمع المدني وكل المتسكنين في مدينة المنستير يعيوا حجم الخطورة اللي تعانيها رجالات الحماية المدنية، ولكن تدخلات لإسعاف المواطنين بالرغم الصعوبات الكل هذه رانا مانيش باش نوقفوها وباش نقوموا بدورنا من أجل حماية المواطنين. ضباط وأعوان الحماية المدنية جنود الوطن، هما يعني مأمن المواطنين، ويصير أنه يعني القائم بالمساعدة في بعض الأحيان يطلب هو بدوره المساعدة. لابد من شد أزر أعوان وضباط الحماية المدنية، المبادرة على مساعدتهم في التجهيزات الوقائية والإجراءات ممكن العمليات. الحماية المدنية سلك أمني يختلف دوره عن باقي الأسلاك، إذ ترتبط تدخلاته بحماية الأرواح والممتلكات، وهو بحاجة للعناية والحماية في ظل جائحة كورونا. اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة النأي بالمرفق العام الأمني عن التجاذبات السياسية. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء تمحور حول الوضع العام بالبلاد، مشيرة إلى أن رئيس الدولة أكد على الحاجة إلى مزيد تكثيف الجهود من أجل التصدي لارتفاع منسوب الجريمة.
كما كان لرئيس الجمهورية قيس سعيد لقاء جمعه بوزير العدل محمد أبو ستة، تم خلاله تناول سير المرفق القضائي وخاصة وضعية بعض القضايا التي بقيت عالقة لسنوات، وتم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وشدد رئيس الدولة على أن الحصانة لم توضع إلا لضمان استقلالية من يتمتع بها لا للتنصل من المساءلة أو الجزاء. قدمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة اليوم خلال ندوة صحفية عن بعد برامج الوزارة وخططها للعودة الجامعية دون صعوبات. وأكدت بن عودة أن الوزارة تتجه إلى دعم الشعب ذات الأفاق التشغيلية العالية والرفع من طاقات الاستيعاب في الاختصاصات سهلة الاندماج في سوق الشغل، وذلك في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي. أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أخذت كل الاحتياطات اللازمة إضافة إلى اعتماد البروتوكول الصحي من أجل عودة جامعية دون صعوبات. وصرحت الوزيرة في الندوة الصحفية عبر تقنية سكايب أن استراتيجية الوزارة هي دعم الشعب التي تحتاجها سوق الشغل من خلال تأهيل 7 شهادات وطنية ذات أفاق تشغيلية عالية. مهمة اللي خدمنا عليها هي دعم الشعب ذات أفاق تشغيلية عالية. احنا في تونس عندنا مجموع مسارات تكميليه جديده 159 منها 7 شهادات وطنيه للمهندسين، مهمين جدا. عندنا شهادات زاده اللي هي عندها تسقم على احتياجاتنا. عندنا مرحله تحضيريه مندمجه في الهندسه البيوطبيه، مرحله تحضيريه مندمجه في هندسه بيوتكنولوجيات الصحه، على مرحلة تحضيرية ودمجة في هندسة الإعلامية ومرحلة التشغيلية العالية في هندسة الإعلامية. هذا وقد أعادت الوزارة خطة بديلة في صورة استفحال فيروس كورونا من خلال تركيز موزعات إنترنت بجميع المؤسسات الجامعية ورقمنة الدروس وتسهيل الدراسة عن بعد. أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم أنه سيتم الانطلاق في صرف جرايات كافة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة بين 23 والتاسع والعشرين من سبتمبر الجاري. وأضاف البريد التونسي أنه سيتم إعلام الحرفاء المعنيين بتاريخ وساعة استخلاص جراياتهم عبر إرساليات قصيرة تصلهم عبر هواتفهم الجوالة. تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة يمكنهم التسجيل عبر موقع الويب pension.post.tn البريد التونسي والحصول على جراياتهم بمقرات سكنهم، وذلك لتجنيبهم عناء التنقل إلى مكاتب البريد. تسلم تلاميذ المدرسة الابتدائية البطاح بفرنان اليوم اللوازم المدرسية التي كانت تكفلت بشرائها مؤسسة الرئاسة بعد زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لهذه المؤسسة يوم العودة المدرسية. كما تقدمت أشغال الجسر المحاذي لمجرى الوادي المحاذي لهذه المدرسة، والذي أعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة نفسها أن وزارة الدفاع ستتولى تشييده. ارتسمت البسمة على شفاه تلاميذ مدرسة البطاح بفرنانة التي أصبحت تحمل اسم الشهيدة مها القضقاضي عندما تسلموا اليوم الأدوات المدرسية التي كان أذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارته لهذه المؤسسة التربوية مفتتح السنة الدراسية. وخلال هذه الزيارة وعدنا سيدة الرئيس بتقديم أدوات بالتكفل بتقديم أدوات مدرسية لكافة التلاميذ بالمدرسة ناهيك، وأن العدد ما يفوق التلميذ 350 تلميذ باعتبار تحذيري. طبعا سيتحصل كل التلاميذ على أدواتهم المدرسية. ولأن استحسن أهالي المنطقة سيما من الأولياء هذه الحركة، فإنهم يطالبون بتهيئة بعض المسالك التي تحول دون وصول تلاميذ بعض التجمعات السكنية إلى مدارسهم، علما وأن الجسر المحاذي للوادي الذي كانت ضحيته التلميذة مها القضقاضي بسدد الإنجاز من قبل فرق من الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني كما وعد بذلك رئيس الجمهورية. عندنا مسلك مدرسة البطاح دوار يوسف دوار الرواب دوار الرمل ما يقارب 70 تلميذ تتعدى عليه، 70 تلميذ وقت تصب المطر ما يوصلوش المدرسة. المطلوب يقدوا لنا المسلك ويقدوا لنا الجسر هذا القنطرة هذه يقدوا هنا. هذا المطلوب إلى جانب المسلك اللي قاعدين ينجزوا فيه يخدموا فيه تو. المدرسة هذه ناقصة برشا حاجات من الماء عندك الصرف الصحي وعندك الماء صالح للشرب، للماء معناها نعانوا فيه منطقة كاملة
الماء عندنا لهنا قبط 3-4 كيلومتر وما نشنا قاعدينش ندفعوا به. هذه المشاغل وغيرها التي يتقاسمها سكان المناطق الريفية تقابلها عزيمة أبنائها في التحصيل والمعرفة لتظل المدرسة عنوان أمل متجدد. لأول مرة منذ 75 عاما انتظم اليوم الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة دون حضور رؤساء وقادة دول العالم بسبب جائحة كورونا، فقد خيرت الأمم المتحدة بث كلمات مسجلة مسبقا حرصا على السلامة الجماعية من فيروس كورونا. تونس وفي كلمته المسجلة أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد الوحدة في هذه المنظمة الأممية وضرورة دعم الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها الحق الفلسطيني. خلال كلمة تونس المسجلة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مزيد من الوحدة ضمن هذه المنظمة الأممية في ظل قيم جديدة بسبب دخول الإنسانية مرحلة جديدة. كما نوه رئيس الجمهورية بغياب عدة حقوق إنسانية في العالم رغم مرور 3/4 قرن على إنشاء هذه المنظمة، وأهمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه. للأسف ما زالت الكثير من الحقوق لم تجد طريقها إلى التطبيق، ومنها حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وما زالت الكثير من الحقوق لم تلقى بدورها سبيلها نحو التجسيد. كما أكد رئيس الجمهورية حاجة العالم اليوم إلى أمم متحدة، كما يشير إلى ذلك ميثاق هذه المنظمة. يجب أن تكون متحدة في ظل قيم جديدة، لأن الإنسانية كلها دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، ولا يمكن أن تدار العلاقات الدولية بنفس المبادئ التي سارت عليها خلال القرن المنقضي والقرون الماضية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد ألقى كلمته الافتتاحية من قاعة الجمعية العامة في نيويورك، فيما بثت كلمات مسجلة مسبقا لرؤساء العالم. فقد فرضت جائحة كورونا هذا العام قيودا صحية ليشهد عام الاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة شكلا غير مسبوق. وقد دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إرسال خطابات مسجلة مسبقا لقادتها ومسؤوليها لتعرض على شاشات عملاقة بقاعة الجمعية وقاعة المؤتمرات خلال المداولات العامة والفعاليات، فيما تمثل كل دولة بممثل واحد فقط، ليكون إجمالي عدد الموجودين في القاعة حوالي 200. وفيما انعقد اليوم الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى 75 لإنشاء الأمم المتحدة، تبدأ غدا المناقشة العامة لدورة الجمعية العامة، ومن المنتظر أن تتركز خطابات القادة والرؤساء أمام الجمعية العامة حول أبرز الأزمات والصراعات الدولية الراهنة والقضايا التي تهم الأسرة الدولية وتتطلب تضافر الجهود لمواجهتها. وفي مقدمتها هذه السنة جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، بالإضافة إلى قضية المناخ والإزالة الكاملة للأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب. تحت عنوان تونس ومحيطها المباشر، التأمت اليوم الدورة 38 لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، وذلك من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة. أكد رئيس الحكومة خلال افتتاح الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، أكد العمل على تنمية دور تونس في محيطها الإقليمي والمغاربي والعربي والإفريقي على أساس التعاون في شتى المجالات ومنها مكافحة الإرهاب، وعلى ضرورة مواصلة تفعيل الدور الاقتصادي للدبلوماسيين ضمن شراكة فاعلة خدمة لمصالح تونس وفق أولويات المرحلة وتحدياتها. اعتماد سياسة فاعلة في المجال الاقتصادي تكون على أولوية ملفات الممثلي تونس بالخارج، وأنا استحثيتهم كذلك باش تكونوا عندهم تفاعل مع
في إطار التعاون البيني مع الدول، لكن كذلك أيضا مع الجهات المانحة، لأنه الوضع يستوجب منا كلنا أن نبذل مجهود في سبيل كوننا نوفر أكبر قدر ما يمكن من الموارد المالية والمساندة الاقتصادية لتونس في الفترة هذه. يأخذوا أكثر إنيسياتيف فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، وأحنا نأخذوا على عاتقنا كوننا نوفر لهم الإطار القانوني والترتيبي الملائم. قراءة مصالح تونس أينما توجد، ثم حسب المصالح هذه سوف نستنبط آليات معناها بعلاقة بهذه المصالح، إعادة انتشار يعني سفاراتنا في الخارج، وسوف نستنبط طرق جديدة حتى لا تكون هناك سفارات معناها ثقيلة، بل مكاتب مصالح سوف نبثها تكون كلفتها أقل وسرعة إنجازها يكون يعني أكثر نجاعة، وسوف نحاول أن نجدها في الفضاء الإفريقي والفضاء الآسيوي وفضاء أمريكا الجنوبية. آليات جديدة لخدمة الدبلوماسية التونسية ومراعاة مصالح تونس بالخارج تحدث عنها وزير الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، حتى تكون تونس وجهة للاستثمار والتبادل التجاري، ضمن رؤية تضع من بين أولوياتها التركيز على العمل في المحيط الإقليمي المباشر. الوضع في البحر الأبيض المتوسط كما تعرفون هو محل اهتمام كبير جدا، وعلينا مع كافة الدول المحيطة نجعل من هذا الفضاء فضاء أمن وفضاء تعاون وفضاء تبادل. بطبيعة الحال تونس عضو في مجلس الأمن، وهذا محطة كبيرة من محطات تونس. تونس هي دولة تستند إلى مبادئ راسخة في سياستنا الخارجية، وسوف نقتاد بهذه المبادئ. عدد من ثوابت الدبلوماسية التونسية تم التأكيد عليها، وعلى رأسها وقوف تونس المبدئي مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ورفض الحلول العسكرية في ليبيا وحل الأزمة في إطار حوار داخلي، والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والعمل على تفعيل هياكل ومؤسسات المغرب العربي والتعاون مع الشركاء الأوروبيين في إطار تقييم شامل لاتفاقية الشراكة في إطار الحرص على خدمة المصالح الوطنية. التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف مرفوقا بالنائبين عبد اللطيف العلوي ومنذر بن عطية. وأكد المشيشي خلال اللقاء وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أهمية الحوار ومزيد تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز الإشكاليات العالقة في عدد من المجالات، خاصة منها ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بالجهات. نفى القاضي خالد عباس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل وعضو المجلس الأعلى للقضاء كل ما وصفه بادعاءات وافتراءات رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، معتبرا أنها اتهامات كاذبة ومقصودة وكيدية. وكانت جمعية القضاة قد اتهمت القاضي خالد عباس بالتدخل في عديد القضايا وممارسة الضغوطات لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من الهروب من المسؤولية الجزائية. في رده على الاتهامات التي كان قد وجهها له رئيس جمعية القضاة، فنادى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل وعضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس ما وصفها بالاتهامات الخطيرة والكيدية، مؤكدا أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية والأبحاث اللازمة في جميع القضايا التي اتهم بالتدخل فيها. السيد هذايا رجل الأعمال هذه سي مراد الخشين هذه تعلقت بقضية في سوسة 2، ونحن كنيابة عمومية في جهة نابل ما عندنا حتى دخل في الموضوع. طلب السيد رئيس الجمعية الدخل واللي فصل 108 يمنع من التدخل في القضايا. اتصل بوكيل جمهورية جومبيريا وقالوا شبيكم ما تنفذوش عليه وشبيكم كذا، وما عندنا حتى معناها تعهد من أي محكمة إذا كان فيه خشادة بغى في تفتيش تفضلوا شدوه. بلغني فما كونوا قوات داهمت منزل السيد هذا وهزوه لجهة المستير. من غدوة جاتني شكاية عريضة من محاميه يقول لي راهو منو بيخطفوه، وتحل تحقيق فيها وعاصمة الفرع اللي جات الكل وجابوا لنا قرار في الإقامة الجبرية. استغربت أنا، كانت من الأجدر تطبيق القانون ومش تطبيق أمر إقامة جبرية، إلا أنه سيد قضية تحقيق اغتاء حفظ القضية
بدون لا تدخل ولا تكلمت ولا اجتهد واجتهاد شقلك معناها فيه وعليه وكو. وفيما يتعلق باتهامه بالتدخل لفائدة صاحب قناة تونسنا بخصوص حادث مرور، بين الوكيل العام خالد عباس أنه على عكس ما قيل فإن الوكالة العامة هي من طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن والاحتفاظ به. أبوه في سيارة ساعة فاستنت قصيت قاضي تحقيق لي مش هو المعظم متعاهد بالملف اللي نوبه قلت إيه كونه معناه يخليه بحالة صراحة النيابة العمومية غينا كون وزمو يقعد استئناف القرار هذايا استؤنف والوكالة العامة محكمة استئناف ممثلها في شخصيا أو في كذا طلبنا إصدار بطاقة إيداع ضد مرتكب الحادث صدرنا فيه منشور تفتيش وهنا نتبعه كو. كما نفى القاضي خالد عباس الاتهامات التي وجهت له بخصوص تدخل في قضية النائب زهير مخلوف الذي قال أن قاضي التحقيق ارتأى أن يوجه له تهمة التجاهل بما ينافي الحياء. هذا وأكد عباس أنه بادر بتقديم شكاية ضد رئيس جمعية القضاة لدى التفقدية العامة بوزارة العدل كما قدم ضده شكاية جزائية. أنا شهر ملي صدرت الحركة وجبد الوكيل العام مشكيت به لكن التفقدية ما تحركش احترامي لكل زملائي في التفقدية لكن معناها فما شيء خطير. أنا ناس تحب تأثر على المجلس تحب تضغط عليه جاية خاطر انتخابات محكمة دستورية وجاية قولكش سيدي ترشحشي ولا حاجة ولا كذا هو محظوظ أو طلع في المجلس أو طلع في كذا. هذا واعتبر القاضي خالد عباس أنه كان من الأجدى أن تتم محاسبة القاضي أنس الحمادي وفق قانون العدالة الانتقالية حيث أنه أصدر على حد تعبيره أحكاما بالإدانة ضد المحتجين في انتفاضة الحوض المنجمي عام 2008 ووقع حينها مكافأته بنقله إلى ولاية المنستير. عثرت خافرة أعالي البحار على مركب الصيد مرزوق رقم 323 المهدية الذي غرق يوم 11 من سبتمبر الجاري عرض سواحل الشابة، وقد أدت الحادثة إلى وفاة 3 بحارة وبقي 4 آخرون في عداد المفقودين فيما تمكن 3 من النجاة. وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم بأن الخافرة تمكنت من تحديد موقع الزورق بعد قيامها بعمليات مسح واستكشاف لقاع البحر بواسطة المسبار مدة 10 ساعات. وأضافت أن غواصي جيش البحر تمكنوا بعد يومين من البحث في أعماق ناهزت 80 مترا من الوصول إلى المركب ومعاينته. ببادرة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري انتظم اليوم الملتقى الدولي الجامعة الصيفية حول التعديل والتربية على وسائل الأعلام والأخبار وذلك بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. ربط نصل بين ناشطين في مجال الإعلام من هيئات تعديلية وجمعيات مدنية وغيرها. كان الملتقى الدولي للجامعة الصيفية حول التعديل والتربية على وسائل الإعلام والأخبار مداخلات وبعضها كانت عبر تقنية الفيديو بحثت في المبادئ الأساسية للتعديل والتعديل الذاتي كآلية جديدة للحوكمة على طريق تعزيز حرية التعبير وترسيخ الديمقراطية. باش تكون منصة تفاعل دائم وعمل تشاركي حول القضايا الكبرى التي اليوم تعترض هذه الهيئات، منها مثلا الرقمنة، مثل خطاب العنف، احترام حقوق الطفل إلى غير ذلك. منصة تأخذ أيضا بمسألة التربية على وسائل الإعلام كضرورة بالنسبة للمتلقي حتى يكون قادرا على ما سمي بفهم العملية الانتاجية للمضمون الإعلامي ويحصل الانتقاء. لابد من العمل بشكل وثيق بين الهيئات التعديلية والجمعيات المختصة في التربية على وسائل الإعلام، من بينهم الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام، من أجل أنه نحسن المضامين هذه أولا عبر نقدها نقدا موضوعيا، وكذلك نمر فيما بعد إلى اقتراح آليات من أجل التجويد وتحسين هذه المضامين. طبعا مش كان الجمهور المستهدف هو جمهور الصحفيين، لكن أيضا الناشئة والشباب والمختلف المستهلك للمادة الإعلامية يلزم يتعلم الآن كيفاش ينظر
بنظرة أخرى للمضامين الإعلامية، هي نظرة ناقدة من أجل أنه يفهم الواقع متاعه ويفهم الفضاء العام. جمعيات اليوم والهيئات التعديلية واعية بهذه المسألة وبصدد رصد الاستراتيجيات الأساسية من أجل أن تخلق يعني نشأ صغيرا قادرا على أن يفك رموز العملية الإنتاجية في المشهد الإعلامي، وإذا فك هذه الرموز وفهم هذه العملية كيف يتم، فإنه في المستقبل يمكن أن نعول عليه في اختياراته في المشهد الإعلامي حتى يمكن أن نصفي هذا المشهد ونكونوا ناجعين أكثر، باش سواء كان معناها المستهلك ولا الولي المسؤول عن المستهلك، نجم يكون الولي، نجم يكون المعلم، نجم يكون الأستاذ، يأخو عنده وسائل أفضل، وسائل أذكى، مقاربة نقدية ومقاربة تعطينا أكثر وعي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الملتقى عد بادرة طيبة في مناقشة تجارب المقارنة للتعديل الذاتي والتربية على وسائل الإعلام. أسفرت عملية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة التالية المتكونة من أميرة محمد، فوزية الغيلوفي، محمد ياسين جلاصي، وجيه الوافي، ريم سويدي، رمزي أفضل، عبد الرؤوف بالي، سامي ناصري، ياسين البحري وجليلة الصخري. وبانتهاء الفترة النقابية للمكتب المتخلي لنقابة الصحفيين التونسيين تباينت الآراء من خلال تقييم أهل الاختصاص لأدائه النقابي وما حققه لفائدة القطاع، لتجمع مختلف هذه الآراء على أن المكتب التنفيذي المتخلي أخطأ وأصابه. بتنظيم المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانتخاب مكتب نقابي جديد، أسدل الستار على أشغال المكتب التنفيذي السابق للنقابة الذي تواصل نشاطه على امتداد 3 سنوات برئاسة النقيب ناجي البغوري، الذي أكد نضال المكتب السابق من أجل تحقيق عديد المكاسب رغم الصعوبات واشتغاله بشكل ديمقراطي. إن لم نترك الخراب تركنا كفاءات نقابية قادرة تكون، وتركنا صحفيين ينتقدوا ويعطوا بدائل، وهذا يدل على أن منظمة اشتغلت بشكل ديمقراطي. وفي تقييم لعمل المكتب التنفيذي السابق تباينت آراء العديد من الصحفيين حول إنجازات المكتب لفائدة أبناء القطاع، لكنهم ثمنوا ما بذله المكتب من مجهودات طيلة 3 سنوات. إبرام الاتفاقية المشتركة لقطاع الإعلام واعتبرت في تلك الفترة خطوة جيدة جدا في الحقيقة في قطاعنا الإعلامي، ولكن تحقق جزء وبقي جزء كبير. ما تنسيق يعني ما بينت بعضهم حسب مارينا أنه فما، لكن فما خلالات تخص العلاقة المباشرة مع الصحفي. في كل الحالات هو مكتب تنفيذي لمهنة نوعية. كما أكد عدد آخر من الصحفيين أن المكتب التنفيذي المتخلي لم يحقق جميع وعوده الانتخابية. وحدة الصف الصحفي متحقق منها حتى شيء، معالجة الوضعية الاجتماعية للصحفيين وضعيات بسيطة تم معالجتها، ما فماش حل. المكتب التنفيذي القديم أين pendant 3 ans ما نذكرش منه حتى شيء، كان بلاغات ولا تنديد ولا اكهم في اكثر من مناسبه ما كانش موجود، معناها في جنب الصحفيين. اتحدث بالملفات، انا تركت لك اتفاقيه مشتركه لم يتم انجازها منذ 1962 الى الان، هذه اتفاقيه هي افضل سلاح لمقاومه التشغيل الغش، انا تركت لك اتفاقيه مع الحكومه ومع شركه يعني سنيت من اجل بناء مساكن، انا تركت لك قوانين ومشاريع قوانين تم الاشتغال عليها لاكثر من 5 سنوات، انا تركت لك هيكل اسمه مجلس الصحافه. ويامل صحفيون ان يعمل المكتب التنفيذي الجديد على سن قوانين جديده تنظم القطاع وتضمن الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والمهنيه للصحفيين خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار. إذن مشاهدينا، نصحح القائمة التي ذكرناها منذ قليل، المكتب التنفيذي الجديد لنقابة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهي متكونة من أميرة محمد، فوزية الغيلوفي، محمد ياسين الجلاصي، وجيه الوافي، ريم سودي، رمزي أفضل، عبد الرؤوف بالي، سامي ناصري، وياسين البحري.
دوليا الآن، حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في غرة نوفمبر القادم. مؤكد تبون أن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي يعطي صلاحيات لمن يختاره الشعب، مشددا على أنه إذا أراد الشعب الجزائري التغيير فهذا أوانه حتى لا يبقى في الغبوض السائد من قبل على حد تعبيره. وكان تبون الذي انتخب للمنصب في ديسمبر المنقضي قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أفريل 2019. توصل إلى درجة أخرى. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الاثنين أن بلاده تواجه أزمة في تشكيل الحكومة، واقترح إلغاء نظام المحاصصة الطائفية في الوزارات الرئيسية. وأضاف عون في مؤتمر صحفي أنه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب. وفي أخبار رياضة، انتظمت أمس الأحد النسخة الأولى من دورة قصر سعيد لسباق الدراجات الهوائية، وذلك بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، وبمشاركة أكثر من 120 متسابقا يمثلون 15 فريقا من مختلف ولايات الجمهورية. نسخة أولى سجلت تنافسا كبيرا من خلال مسلك متنوع، مثل فرصة لمختلف الأصناف للتعرف أكثر على خصوصيات المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات خاصة بأساسيات الدراجات الهوائية وقوانينها. اليوم احنا كبلدية نحبوا نخرجوا من حاجات اللي الناس معناها تعرف فيها البلدية، اللي هي تقتصر على النظافة ولا الكياس وإلا الإنارة. نحبوا البلدية تكون منارة للرياضة وللثقافة وللتشغيل وللتنمية، وهذه الحاجة اللي قاعدين نحاولوا معناها باش نعملوها. نشكر لجنة التنظيم الكل خاطر عمل الحقيقة مذني برشا. نحن عندنا بروجرام تاع شراكة مع البلديات، ويظل من الأول البلديات اللي باش نبداو بها هي بلدية باردو. النهوض بالرياضة، وهذه اللي نحب نقوله، النهوض بالرياضة في تونس ما لازم يتعدى بالجماعات المحلية، ولازم تكون ثم شراكة بين سلطة الإشراف والكوميتي أولمبيك والجماعات المحلية. مثل هالرياضة هذه الحقيقة اللي رغم الأوضاع الصحية الاختيرة اللي تعيشها بلادنا، ولكن بما أنها في الهواء الطلق اليوم الحمد لله بالتعاون مع الجامعة التونسية للدرجة الهوائية نقوم بهالمبادرة، وإن شاء الله هذه الانطلاقة إن شاء الله عام الجاي بشكون دورة مغاربية، دورة باردو للدرجات الهوائية، دورة مغاربية، هذه دورة وطنية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ككيت الشباب أي رياضة أي ايفينمون معناه نشاط تتلم الشباب وتلم العائلات وتلم الجهات الكل باش ننشطوا. التوانسه يحبوا الرياضه، والرياضه هي وسيله للمناعه ووسيله للوقايه. وفي كرة القدم العالمية، استهل جوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بانتصار استقر على ثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية من الدرجة الأولى الإيطالية، كما افتتح لايبزيغ موسمه الجديد في البوندسليغا بانتصار على ماينز، فيما حقق أجاكس أمستردام فوزه الثاني تواليا في الدرجة الأولى الهولندية. في أول اختبار رسمي منذ توليه العارضة الفنية لفريق السيدة العجوز اليوفي، توفق أندريا بيرلو النجم السابق ليوفنتوس في اقتناص ثلاث نقاط مهمة في مستهل موسم الكالتشو الجديد الذي ترنو من خلاله شبيبة تورينو للحفاظ على لقب. فوز اليوفي كان على حساب الضيف سامدوريا بثلاثية نظيفة حملت على توالي توقيع كل من السويدي كولوزيفسكي والمخضرم ليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو. ومن ملعب أنيو تارديني عاد نابولي بنقاط الثلاث بفوز بهدفين نظيفين على مضيف بارما من خلال ثنائية كل من درايس ميرتنز في الدقيقة 63 ولورينزو إنسينيا في الدقيقة 73. من جهته افتتح لايبزيج موسمه الجديد في البوندسليغا بفوز استقر على ثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب ضيفه ماينز. صاحب الأرض أنهى شوط المباراة الأول على تقدم بثنائية نظيفة، حمل توقيع فورسبرغ من علامة الجزاء في الدقيقة 17 ويوسف بولسن في الدقيقة 21، قبل أن يقلص الفرنسي جون فيليب ماتيتا الفريق لماينز في الدقيقة 48، واختتم بعد ذلك المالي أمادو أيدارا ثلاثية لايبزيج في الدقيقة 51. أما في الجولة الثانية من الدرجة الأولى الهولندية فقد حقق أياكس أمستردام فوزه الثاني تواليا،
وذلك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ضيف فالفيك. وحمل الثلاثية نادي العاصمة توقيع كولين الصربي تاديتش منذ الدقيقة العاشرة، والمغربي زكريا الأبيض في الدقيقة 35، والأرجنتيني الصاعد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 73، يرفع أياكس بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط إلى جانب كولين من إيفن فين وبي اس في إيندهوفن وفيتاسا أرنم. بهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. رئيس الحكومة يؤكد عدم العودة إلى إجراء الحجر الصحي الشامل في الوقت الراهن، وتركيز مخبر عسكري متنقل للتحاليل الجرثومية بمستشفى سيدي بوزيد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن التوجه نحو الرفع من طاقات الاستيعاب في الاختصاصات والشعاب المشغلة وسهلة الاندماج، وتأهيل 159 مسارا تكوينيا جديدا. في كلمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيد من الوحدة ضمن هذه المنظمة الأممية في ظل قيم جديدة وحفظ لحقوق الإنسانية. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.